قصد هل يوجد يمكن أهل الكتاب الآن مع أن كتبهم تحرفت؟ نعم يسمون أهل الكتاب. نعم اليهود والنصارى الذين يعيشون اليوم يقال لهم أهل الكتاب. يقال لهم أهل الكتاب. والله تبارك وتعالى لأن أنت تتكلم عن حرفت من زمان. يعني حرفت بعد عيسى مباشرة عليه الصلاة والسلام وبعد موسى مباشرة عليه السلام. وذاك الله تبارك وتعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة بعد مواضع. قال أهل الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول عملهم. والذي قال للرسول يحرفون الكلم هو الذي قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالتحريف ليس جديدا. التحريف من ذلك الزمن كان التحريف. ومع هذا أباح الله لنا نكاحهم نكاح نسائهم وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. فنعم يوجد أهل الكتاب الآن. وأي يهودي أو نصراني يقال له أهل الكتاب. واختلوا في المجوس هل يكون من أهل الكتاب ولا. والصحيح أنه ليس من أهل. بعضهم قال أنه من أهل الكتاب ولكن كتابهم رفع. والصحيح أنه ليس من أهل الكتاب. ليس من أهل الكتاب. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الرحمن بن عوف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة أهل الكتاب لا لأنهم أهل الكتاب ولكن معاملة باقي الكفار. فالصحيح أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ويسمون اليوم أهل الكتاب كما كانوا قبل ذلك.